إنسان يفرح أنه مسلم، أنه يشعر أنه هذا المكة هو عاصمة المسلمين. عندما يرى هذه التوسعة، هذه الخدمات كلها، إنسان يشعر من داخل قلبه أنه مسلم، أنه يحمد ربه سبحانه وتعالى. وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه الخدمات الطيبة جدا، الخدمات للمسلمين والخدمات للحرم الشريف، وكل هذا مفرغ جدا. قرار السعودي أنا في رأيي أنا خاصة كان صوابا جدا، صوابا جدا، والتاريخ الإسلامي كلها يشهد على ذلك.